دولي شاهين بنرحب بيك النهارده معانا في اخبار اليوم. ميرسي يا روحي، ثانك يو. طبعا احنا عارفين ان انت محظوظه عشان انت اصلا ستايل على طول. ثانك يو، ميرسي. النهارده كلمينا عن حضورك. انا بحب ان انا ابقى متابعه للموضه يعني، وبحب احضر كل الدفيلات على قد ما بقدر يعني، على قد ما بيبقى عندي وقت. فانا سعيده النهارده ان انا جيت، وسعيده بالتكريم طبعا. الفتره اللي فاتت انت اعتزلتي ومره اخرى رجعتي تاني. اها، ايه السبب في الاعتزال، وبعدين ايه سبب تاني الرجوع؟ بص، هو سبب الاعتزال مشاكل نفسيه بعاني منها بقالي فتره شويه كبيره، وعندي مشاكل كتير وكده. فقررت ان انا اخد نوع من اجازه، فترجمتها باعتزال. انما هو صراحه اجازه، ممكن اجازه طولت شويه، بس لسه الاجازه مستمره لغايه دلوقتي. لسه مع ان انا قررت ان انا ارجع، او اعلنت ان انا رجعت، انما انا لسه في الاجازه، لسه ما رجعتش. لا يعني. طيب، بس شفتي الفيدباك من جمهورك قالوا ايه اول ما انت قلتي انا اعتزلت؟ والله جالي كتير قوي مسجز، وجالي كتير اعتراضات كتير، وحتى مش بس من الفانس، صحفيين كتير قوي ومخرجين ومش عارفه، كل ناس كتير قوي كلمتني. ولما رجعت برضو ناس كتير قوي كلمتني، ويعني الحمد لله حسيت ان انا ليا مكان كبير صراحه، فالحمد لله. طب الفتره اللي جايه بقى ناويه ترجعي امتى؟ يعني حاجه اكسكلوزيف لاخبار اليوم، ناويه ترجعي ان شاء الله في بدايه 2017، مش دلوقتي يعني. بدايه 2017 هبتدي اكون عارفه عايزه ايه يعني. انا المرحله اللي فاتت ما كنتش عارفه عايزه ايه، ما كنتش عارفه عايزه اعمل ايه يعني ايه. فان شاء الله 2017 تجيب لي الاستقرار على الاقل ان شاء الله. كلمه بقى لجمهورك ومتابعينك ل 2017 تقول لهم ايه؟ هقول لهم اكيد هابي نيو يير، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم، يا رب تحمل لكم كل الخير اللي في الدنيا، وانا بحبكم قوي جدا جدا جدا، وثانك يو. كلمه الاخبار اليوم بقى برضو اخبار اليوم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجديده دي تحمل لكم كل حاجه جميله، تقدم وتطور ونجاح وكل حاجه في الدنيا، وبرضو بحبكم قوي. ميرسي. ميرسي.